يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج الإسلام والحياة. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة ينكشف فيها سر الملكوت. ليلة الفرقان والقرآن هي خير من ألف شهر، يتحراها المسلمون في الثلث الأخير من شهر رمضان الفضيل، حيث يشمر الصائمون عن سواعد الجد كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أيام العتق من النار في شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. للحديث عن معاني ليلة القدر وتجلياتها معنا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياك الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهد. أهلا وسهلا بكم المشاهدون الكرام، نلفت انتباهكم أنه بإمكانكم التواصل معنا بأسئلتكم بعد ثلث ساعة من الآن من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة، والأرقام للمستمعين هي 021-334-7401 021-334-7402 و021-334-7404، كما بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحة القناة على فيسبوك. فضيلة الشيخ، ليلة القدر هي خير من ألف شهر، أي ما يعادل 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا. نعم نعم. هل بمعنى أن العبادة في هذه الليلة تساوي العبادة في 83 سنة وأربعة أشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام. أولا، ليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة شريفة، باركها الله وشرفها على سائر ليالي العام. ولهذا من أقوال أهل العلم في تفسير ليلة القدر أي الليلة ذات القدر العالي، ذات القدر الرفيع. وهناك قول آخر بأنها الليلة التي يقرر فيها الله جل وعلا أو يقدر فيها ربنا سبحانه مقادير السنة كاملة. نعم. فكما يذكر أهل العلم أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهذا التقدير العام، وهناك تقدير سنوي هو الذي يقدره الله جل وعلا ويكتبه على خلقه كل عام، ويكون ذلك في ليلة القدر. لهذا السبب ميزها الله جل وعلا وشرفها الليالي. والوصف أو وصف هذه الليلة بأنها خير من ألف شهر، كما أهل العلم أنها ليست مساوية ل83 سنة وبضعة أشهر، بل هي خير من ذلك، لأن الله جل وعلا لم يقل ليلة القدر تساوي ألف شهر من سواها، خير من ألف شهر. فمثل هذا الإبهام دال على أن فضل، وفضل الله واسع، فدال على أن فضل الله أعظم من ذلك، وأن الإنسان يشرف في هذه الليلة ويبارك له فيها بمقدار أكثر مما يبارك الله جل وعلا في ألف شهر. ومن هذه البركات ومن هذا التشريف فضيلة الأعمال. ولهذا
العمل أو فضيلة العمل في هذه الليلة هو خير من مثله في غير هذه الليلة. فمن اجتهد في عبادة الله جل وعلا في هذه الليلة كان أفضل ممن اجتهد بمثل اجتهاده في غير هذه الليلة عام كامل. نعم فضيلة الشيخ، لو حدثتنا عن بشكل أوسع عن معاني هذه الليلة وتجلياتها وفضائلها. أولى هذه الفضائل ما ذكرناه آنفا، نعم، فضيلة العمل. ليلة إذا استشعر العبد فيها أن الله جل وعلا يجازيه على العمل فيها خير من مجازاته على نفس العمل في غيرها بمقدار 1000 شهر، على العاقل أن يتأمل في المعنى الذي من أجله خصت هذه الليلة بهذا الأمر، لأن كل عاقل يعلم أن مثل هذا الشرف ومثل هذا التمييز دال على مزيد فضل في هذه الليلة. والله جل وعلا لما وصف هذه الليلة وصفها كما ذكرنا بالليلة ذات الشرف وذات الرفعة، وأيضا حث المسلم على عبادة الله جل وعلا فيها من جانبين: من الجانب الأول بيان فضل العمل، والجانب الثاني وهو ذكر القدوات الحسنة التي تتعبد الله جل وعلا وتحسن التبتل إليه سبحانه وتعالى، وهم الملائكة الذين ذكر الله جل وعلا أنهم ينزلون في هذه الليلة يملؤون ما بين السماء والأرض عبادة لله جل وعلا وتقديرا وتعظيما وتشريفا لهذه الليلة. وهذا معنى قوله تنزل الملائكة والروح فيها. نعم، الروح وجبريل. نعم، الروح وجبريل، والملائكة هم باب عطف العام على الخاص. جبريل روح القدس هو من أخص الملائكة، وأيضا سائر الملائكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر أنه ما يعني أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيها ملك قائم يصلي أو ساجد لله سبحانه وتعالى. فتمتلئ ما بين الأرض والسماء بالملائكة الله جل وعلا الذين لا يفترون عن ذكره سبحانه وتعالى، يملؤون ما بين السماء والأرض في ذكر الله جل وعلا والثناء عليه وتسبيحه سبحان الله. أيضا من فضائل هذه الليلة أن أجر القيام فيها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل وفي بعض الروايات وما تأخر. فقيام رمضان وصيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا خص هذه الليلة وحدها بأنها أيضا من موجبات مغفرة الله جل وعلا للذنوب. وهذه الحقيقة فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لمن فرط في بداية رمضان، فرصة عظيمة لمن فاته منافسة الأخيار والصالحين في هذا الشهر المبارك، فرصة لمن فاته أن ينافس هؤلاء الأخيار أن يستدرك في هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أنها في العشر الأواخر، وأهل العلم يقولون إن أرجى هذه الليالي هي هذه الليلة التي نحن فيها اليوم، أي ليلة 27. فالله الله في استدراك ما فات، الله الله في الفوز، الله الله في الظفر بمغفرة الذنوب جميعا. ليلة واحدة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما ذكرنا في بعض الروايات ما تأخر. يعني تتعب نفسك وتنصب نفسك قائما بين يدي الله جل وعلا، قائما تصلي أو ذاكرا تسبح الله جل وعلا أو تاليا للقرآن الليل المبارك، يغفر لك الله جل وعلا كل ذنوبك. ومن هذه المعاني أيضا أن الله جل وعلا لما خص هذه الليلة بهذه الرحمات وهذه البركات، حسن أن يعامل العبد سائر الخلق بمقتضى هذه العبادة. ولهذا أهل العلم يقررون أن على المسلم أن يعلم صفات ربه جل وعلا وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يعبد الله جل وعلا بمقتضى
هذه الأسماء وهذه الصفات. نعم. فمن علم أن الله جل وعلا سميع بصير مطلع عليه حري به أن يسعى في رضاه جل وعلا، وألا تقع عين الله جل وعلا وبصره عليه إلا وهو في عبادة وطاعة، وألا يراه الله جل وعلا في المكان الذي لا يريد أن يراه فيه. نعم. وأيضا من هذه الأمور أن الله جل وعلا لما اختص هذه الليلة بالبركة والرحمة والفضل، فحري بالمسلم أن يلقى إخوانه بالرحمة والود، وأن يترفع عن هذه الضغائن التي سادت بيننا اليوم. نعم. ولهذا للأسف اليوم في مجتمعنا الليبي للأسف ارتفع خطاب الكراهية وخطاب الحقد، ولا تسمع اليوم إلا من يطعن في الآخر والتصنيف، وصرنا أحزابا وأشتاتا، صرنا جماعات متناحرين، صرنا جماعات يشتم بعضنا بعضا ويسيء بعضنا إلى بعض، بل يقتل بعضنا بعضا بسبب ماذا؟ بسبب للأسف أحيانا انتماءات جهوية بغيضة، انتماءات قبلية وصفها الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نتنة. والأعظم من ذلك أننا اليوم نفاجأ بأناس يقدحون في الجميع ويصعدون خطاب الكراهية من أجل أشخاص يختصرون هذا الوطن كله وسائر المسلمين الذين يعيشون فيه في مأساة رجل واحد، في شخص يتصلبون ويتعنتون من أجل بقائه، فيقال لك كل شيء ممكن إلا فلان فهو خط أحمر، وكل شيء متاح إلا فلان وكذا، فيحصرون الأمة الإسلامية ومعاناتها ومعاناة الشعب الليبي في شخص واحد. ولهذا أنا أدعو إخواني وأحبابي من سائر الليبيين اليوم أن يتأملوا في مواقفهم، وألا يرتهنوا مواقفهم في سبيل شخصيات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها هي كانت السبب وراء ما يحصل اليوم في هذا الوطن. علينا أن ننقي نفوسنا وصدورنا، وأن نذعن لخطاب العقل، وأن نتصافى فيما بيننا، وأن نتراحم، وأن نقطع وأن نتقاطع مع هذه الدماء والأشلاء التي تنزف كل يوم، ويكون ضابطنا في ذلك ما ذكره الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فنحن اليوم نمد أيدينا للجميع دون استثناء أن يتصالحوا وأن يرجعوا إلى الحق، وأن ندعوهم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أذكر بعض المناطق أو بعض الإخوة اليوم الذين يحوزون على بعض مقدرات هذا الشعب المسكين. أنا ولو سولت لهم نفوسهم أن لهم بعض المطالب الجديرة بالتطبيق، أنا أطالبهم بأن يتصدقوا على الليبيين اليوم بأن يخلوا بينهم وبين هذه المقدرات التي حازوها. أنا أدعوهم إلى أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في التخفيف على معاناة المسلمين اليوم بالتخفيف من هذه المعاناة. اليوم المجتمع الليبي للأسف دخل في أزمة مالية حادة، أزمة السيولة، القتال الموجود في كل مكان. أنا أدعو كل المناطق التي تسيطر على بعض المنافذ أو على بعض مقدرات الشعب من النفط، من أنابيب الغاز، المنافذ البرية، المطارات، كائنا ما كان، أن يسهلوا على هذا الشعب وأن يلتمسوا هذه البركات في هذه الليلة المباركة، التي أرجو إن فعلوا أن يجازيهم الله خيرا بأن يعظم أجرهم، وأن يكون أجرهم بمقدار أو بما أكثر من 1000 شهر فيما سواه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما الحكمة من إخفاء هذه الليلة؟ لماذا لم تحدد هذه الليلة؟ شأن الأمور العظيمة التي فيها من الأجر العظيم والفضل الجزيل أن يكون التعب من أجلها أكثر. لو أن الله جل وعلا قد أبان لنا هذه الليلة ليلة واحدة لما اجتهد المسلم. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أن أخفى هذه الليلة، والإخفاء ليس إخفاءً
يعني عظيما وكبيرا، إنما هي أخفيت في عشر ليال. فالله نعم. جل وعلا يحب عباده الصالحين ويريد منهم أن يتقربوا إليه بأنواع العبادات ليعظم إحسانه عليهم ولهم، وبالتالي أخفاها في عشر ليال. أيضا من الأمور التي يمكن أن نعطفها على الكلام السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أري ليلة القدر وهم أن يخرج على أصحابه ليحدثهم عنه ويبينها لهم تبيانا صريحا، فتلاحى رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشاجرا فأذهبت هذه الليلة وبيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمشاحنة رجلين مسلمين كانت سببا في حرمان المسلمين من بيان هذه الليلة العظيمة والقدرية. فما بالك بما يحصل اليوم بيننا من التقاتل والتدابر والتشاحن من أجل الدنيا ومن أجل حطامها، بل وللأسف من أجل شخصيات بائسة لا تستحق من كل مسلم أي تقدير أو احترام، فضلا عن أن يتقاتل مع أخيه المسلم من أجله. فالله الله أيها الأحبة، الله الله أيها المسلمون، في أنفسكم وفيما بينكم اتقوا الله جل وعلا وراجعوا أنفسكم وارجعوا إلى عقولكم وأنهوا هذه المعارك الطاحنة التي تحصل بيننا، إلا من أبى أن يستقيم على أمر الله جل وعلا، حينها فليتحد الليبيون جميعا في إلزامه بالإذعان إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كيف يمكن تحري هذه الليلة؟ هل لها علامات محددة؟ مثلا نسمع كثيرا من الناس يقول تكون السماء صافية ونجومها مضيئة، والشمس حينما تشرق في اليوم الآتي بعدها لا يكون لها شعاع. هل هذه العلامات صحيحة؟ هو أولا العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها أنها في شهر رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر، والله جل وعلا قد أنزل القرآن في شهر رمضان، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهي في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها في العشر الأواخر من رمضان، بل حثنا على تحريها في الليالي الفردية من رمضان. فهذه إذن علامتها أنها ليلة في رمضان، وأنها تحديدا في العشر الأواخر، وأنها تحديدا في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذه هي العلامة الأساسية التي يحتاجها كل مسلم، مع أنه يعلم أنه مخاطب بعبادة الله جل وعلا في سائر أيام العام، ومخاطب خطابا أكيدا شديدا في إحسان العبادة في هذه العشر، فما بالك بليلة القدر. فهذه هي العلامة الأولى. أما بقية العلامات فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت عنه أنها تصبح أن ليلة القدر تصبح فيها الشمس مضيئة لا شعاع لها، لكن هذا مثل هذه العلامة إنما تظهر بعد الليلة، فيكون قد فاتك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أري في إحدى الأعوام أنه يصبح في ليلتها ساجدا في طين وماء، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وكانت تلك الليلة هي في ليلة 21، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطرت السماء تلك الليلة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم 21 ساجدا في طين وماء. وكما ذكر الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، فهي ليلة فيها سكينة وخشوع، وهذا يظهر، يجد المسلم الذي يعبد الله جل وعلا ويتحرى طاعته يجد سكينة في نفسه وطمأنينة وقبولا للدعاء وحسن علاقة بينه وبين ربه جل وعلا. هذه هي العلامات التي يلتمسها كل مسلم اجتهد في طاعة الله جل وعلا. أما أن يبحث عن مثل هذه العلامات المحسوسة الملموسة، فأولا بعض هذه العلامات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت منها إنما ثبت أنه
علامة بعد حصول هذه الليلة فيكون قد فاتك الأمر العظيم، كما أنها أيضا قد تلتبس. يعني يمكن أن يخيل لك أن هذا اليوم الشمس طلعت بدون ليس لها شعاع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها طست، يعني دائرتها مكتملة وليس لها أشعة. قد يخيل لك أنها تلك الليلة، فتفاجأ بأن الليلة التي تليها أو التي بعدها الشمس فيها أوضح في مثل هذه الصورة. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا في هذه العشر كلها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغير واحد من السلف لما كانوا يسألون عن تحديد ليلة القدر أي الليالي هي، كان يحث الناس على ذكر الله جل وعلا وعلى الاشتغال بالعبادة في سائر العام، وأن من اشتغل بطاعة الله في سائر العام لا شك أنه سيدرك ليلة القدر. من يدرك ليلة القدر؟ هؤلاء الناس الذين يوافقون هذه الليلة ويدركون هذه الليلة، هل لهم مواصفات محددة تؤهلهم لإدراك هذه الليلة؟ هو الأصل أن مثل هذا الخطاب هو بفضل الله جل وعلا شامل لكل المسلمين، ونحن بفضل الله جل وعلا في الإسلام ليس لدينا رجل دين ورجل عامة، ليس لدينا مثل ما يدعيه اليوم النصارى القسيس أو الأب الذي يغفر ذنوب الناس ويكون واسطة بينهم وبين ربهم. لا، هذا بفضل الله جل وعلا لا واسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا، وكل من اجتهد وأطاع الله في هذه الليلة إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بتشريع العبادة في هذه الليلة طالبا لأجر الله جل وعلا الذي وعدنا به في هذه الليلة، فلا شك أنه يحصلها. لكن الله جل وعلا لا شك أنه يوفق أهل الصلاح لما لا يوفق له غيرهم، فمن كما يقول أهل العلم ادعوا الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. الله جل وعلا من دعاه في ساعات الرخاء فإذا أصيب ببلاء أو شدة فرفع يديه داعيا الله جل وعلا يقول ربي هذا صوت أعرفه ويدعوني في الرخاء. فمن عهد الله منه الطاعة والعبادة والإصلاح والإحسان فإنه لا شك أنه سيوفقه جل وعلا للطاعة في هذه الليلة، كما قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيوفقك الله جل وعلا للتوبة ثم يقبل منك التوبة، يوفقك الله جل وعلا لأعمال سابقة وخيرات تقدمت بها ليقبل منك ذاك العمل وليثيبك المغفرة التي وعدنا بها في هذه الليلة المباركة. أحسن الله إليكم، نستأذنك في استقبال الاتصالات. معنا أول اتصال من الأخت نسيبة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا نسيبة. ما حكم إعطاء زكاة الفطر للتارك في الصلاة؟ طيب سؤالك الثاني. شكرا وبارك الله فيك. بارك الله. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندك ثلاث أسئلة يا شيخ. حياكم الله. سؤالك أختي أمة الله. السؤال الأول، يعني نقرأ في ختمة، يعني قريب نكملها في الصور الأخيرة من جزء عامة وبعدين جتني الدورة، هل نقدر أني أنا أكمل الختمة هذه نحطها يعني من الصور في مازال؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. لديك سؤال آخر؟ السؤال الثاني الأخيرة من رمضان، ولكن تونا عندي العذر الشرعي، هل نقدر نقرأ من الأجزاء، يعني المصحف نتاعي مقسم لأجزاء؟ نعم يجيبك الشيخ إن شاء الله. طيب بيكتي حاجة، يعني لو الخطة كان يعاني من الإمساك ولا حاجة زي هذه، لما بيخرج الغائط ويرجع منها شوية، هل هذا يضر بالصيام ولا ما يضرش؟ نعم. طيب يجيبك إن شاء الله الشيخ. معنا الأخ أسامة. السلام عليكم. الأخ أسامة أنت على الهواء، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أسامة. لو سمحت يا شيخ، هو حكم إقامة الصلاة للمرأة في منزلها قبل الصلاة؟ يعني تصلي بزوجتك مثلا إماما وهي التي تقيم الصلاة؟ لا فردية، تصلي لوحدها. مفرد لوحدها. نعم. طيب
عندك سؤال آخر؟ سؤال ثاني إن شاء الله شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، والله ينتابني ذا الوسواس في أثناء الصلاة، إن يعني ينزل مني شيء، ينقض مني موضوع حاجة زي هذه، ما عرفتش طبيا التحاليل للبطن ولجميع الأعضاء كويسة، لكن أغلبية الأوقات لأني يخلي فيها ما نخشعش الصلاة الشعور هذا. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. والسؤال الثالث معلش لو سمحت يا شيخ، ما هو سؤالك؟ في آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قدم جهاد المال، وبالله يا شيخ وتحمل الآيات هذه إن شاء الله. السلام عليكم. ايوه نعم، حياكم الله. الله اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يبارك. مرات تمام. تفضل بسؤالك. لا يا شيخ عندي سؤال، عندي درجات باعتبار ان توا شهداء 1200 مسلم والناس اللي عدموهم كلهم موجودين عندك في طرابلس اللي هم اعوان النظام السابق. تمام، فيا ريت يوروكم وين مكان مدفونين، يعني والله يطلعوا قائمة بأسماءهم، والله يعني أقل حاجة خلوا كل واحد يعرف الجيفة متاعه وين مدفونة بس. طيب شكرا، وصل السؤال. معنا متصل آخر، الأخ أبو فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل بسؤالك. السؤال يا شيخ، أنا سألت على أراضي المنتصبة وأفتوني فيها المشايخ. سألت مقصودها الدولة السابق. نعم، سألت عن ماذا؟ على الأراضي المغتصبة اللي اغتصبتها من الدولة السابقة. نعم. وندي قلت ندي فتوى كتابية، جيت لدار الإفتاء في المنطقة هذه ما أعطتناش الفتوى هذه. قالت أني والله ما قدرش نعطيها كتابية، ليش؟ شنو السبب؟ هي الفتوى واضحة يعني. في فتاوى من دار الإفتاء صادرة، بإمكانك أنك تأخذها حتى من الموقع. نعم، الشيخ يقول لك الفتاوى موجودة من دار الإفتاء وبإمكانك سحبها من الموقع، موقع دار الإفتاء. قصدي يعني بها فتوى مسحوبة واضحة، يعني غدوة مدينة قضاء مدينة حاجة على الأقل تبدأ عندي، فهمت كيف؟ نعم، هذه الفتاوى موجودة على موقع دار الإفتاء، بإمكانك سحبها يا أخي. شكرا جزيلا لك. معنا متصل آخر. جمال السلام عليكم. عليك السلام. حياك الله يا أخي جمال، واسمعني من سماعة الهاتف بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما سؤالك يا جمال؟ لدي الشيخ لدي حكم عن قطر العين وأنف والأذن والبخاخة، حتى نتاع الفم ولا نتاع الواحد شخص عندنا بخاخة يفطر ولا ما يفطرش بخاخة عادة الريع نتاع بخاخ الربو. حتى العين وعندك لبي في حكم عن المسواق في النهار، مسواق في يقولوا طيب. حاضر. يجيبك الشيخ إن شاء الله. يجيبك الشيخ إن شاء الله. شيخنا. شنحكم الشيخ الشمال يقول لا لا الله. نعم. طيب. البخور بخور بخور. طيب يجيب الشيخ إن شاء الله. بخور. إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ننتقل للأخت أم ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أختي، تفضلي بسؤالك. أنا هناك حد مريض بالغازات، يعني محكوم الصلاة في حقه. الصوت غير واضح، لو تعيدي سؤالك. جماعة أو لا؟ أعيدي سؤالك لو سمحتي. حد مريض بالغازات ما حكم الصلاة في حقه، يعني وضوء واحد أو يكرر وضوء؟ نعم، لديك سؤال ثاني؟ هل يصلي جماعة أو لا؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضلي بسؤالك. عندي سؤال بالنسبة للشيخ. الشيخ يسمعك. والله يوم زوجي مريضة عندها الكلى. الله يعافيها. وآخر مرة الدكتور يعني قال لا ما تصيمش، يعني ما تصيمش بكر يعني. فهي وهي ما تبيش، يعني ما تبيش تفطر. وطبعا نبو يعني شني رأي الشيخ ونبو الفدية، يعني قداش تعطي يعني على كل يوم.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أختي فاطمة. يعني كل يوم ويوم وإلا نهاية شهر رمضان يعني يطلع ال حاضر قصدي المبلغ المال يعني. حاضر تسمعي الإجابة بإذن الله. شكرا لك أختي فاطمة. فضيلة الشيخ بقيت مسألة في حديثنا عن ليلة القدر نريد أن نستوضحها من قبل أن ننتقل للإجابة على أسئلة المتصلة. مسألة نزول القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعلوم أن القرآن نزل منجما في 23 عاما، كيف يمكن التوفيق والجمع بين هاتين المسألة؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة وكلاهما صحيح ويمكن الجمع بينهما، وهو القول الأول أن الله جل وعلا أنزل القرآن مخاطبا به جبريل ونزل به جبريل إلى اللوح المحفوظ دفعة كاملة في ليلة القدر، ثم وهذا المراد به إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل القرآن كاملا من الله جل وعلا على سمعه منه جبريل ثم إلى اللوح المحفوظ، وثم نزل منجما كما قال جل وعلا وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه مفرقا منجما على حسب الأحداث، وهذا الذي يسمى التنزيل المنجم. القول الثاني أن القرآن نزل منجما وأن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، يعني أول ما ابتدأ الوحي بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ليلة القدر. هذان هما القولان وكلاهما صحيح، وعلى هذا نقول ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وأن نزول القرآن كاملا إلى اللوح المحفوظ كان في رمضان، وأن الله جل وعلا وأن جبريل ينزل بهذا القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد به أصحابه على حسب الوقائع منجما. أحسن الله إليكم. نجيب عن أسئلة المتصلين، لكن أستأذنك بقيت معي بعض الأسئلة من حلقة الأمس نبدأ بها هي أولا. الأخت أم نزار بالأمس سألت عن الأبخرة التي تتصاعد من الطعام وتسبب شرق، فهل هذه تفطر أم لا تفطر؟ تعمد استنشاق مثل هذه الأبخرة نعم يفطر إذا دخلت إلى الجوف، أما استنشاقها عرضا أو نحو ذلك فلا يضر بإذن الله. أحسن الله إليكم. الأخت سلمة تسأل تقول المسافر رحلته تستغرق 3.5 ساعات في الطائرة، فهل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز، لأن الله جل وعلا علق الفطر في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أباح الإفطار للمسافر، ويقول أهل العلم إن العلة في هذا السفر، لأن غالبا السفر هو مظنة للمشقة، فالعلة في السفر ليست المشقة وإنما هو السفر في ذاته، فكل مسافر سفرا طويلا وهو ما يقدر اليوم ب 82 كيلو سواء قطعها في وسيلة طائرة أو سيارة أو على رجليه فله أن يفطر إذا حقق بقية الشروط والله أعلم. أحسن الله إليكم. هي أيضا تسأل عن صلاة التهجد، تقول هل هي نفسها قيام الليل أم أن هناك فرق؟ الآن ما يصليه الناس في الثلث الأخير من الليل ويسمونه صلاة التهجد. هو المطلوب من المسلم قيام الليل، من قام رمضان، والمقصود بقيام رمضان هو قيام الليل، وقيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وشأن الناس عادة كما جمعهم عمر رضي الله عنه وارضاه في زمنه رضي الله عنه وارضاه، جمع الناس على صلاة التي تسمى اليوم بصلاة التراويح، وكانت تصلى في أول الليل، وقال عمر والتي ينامون عنها خير. نعم. فصلاة التهجد ما نسميه اليوم بصلاة التهجد هي صلاة ليل، وصلاة التراويح هي أيضا من صلاة الليل، ولا فرق بينهما، فمن قام في أول الليل أو آخره حصل الأجر الذي الموعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يصح أن يصلي الإنسان التراويح ثم يصلي التهجد، يعني يزيد عن 11 ركعة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا معينا في صلاة الليل،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ما بدا له. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يكن يتجاوز 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف عائشة لصلاته يصلي ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم. وحذيفة لما صلى معه في قيام الليل قال فهممت بأمر سوء، لماذا؟ قال نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، قال حتى إني هممت بأمر سوء. قال له أصحابه بماذا همم؟ قال هممت أن أصلي جالسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. سبحان الله. فمن أراد أن يمتثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمتثل عددها ووصفها. لكن لما كان شأن الناس لا يطيقون ذلك خفف أئمة المسلمين على مر الزمن أنهم زادوا في عدد الركعات في مقابل اختصار أو تخفيض عدد أو حجم المقروء. فكانت شأن الناس أن يصلوا 20 أو 40 أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العظيم يسأل عن حكم اليمين الغموس. الغموس من اسمها نسأل الله العفو والعافية تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، ولهذا من حلف يمينا فاجرة كاذبة يعلم أنه كاذب فيها عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يستغفر الله سبحانه، نسأل الله أن يتوب عنا وعنه. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول عنده مال في المصرف وقد بلغ النصاب وبلغ الحول ولا يستطيع أن يسحب من حسابه، كيف يخرج الزكاة؟ هو الواجب عليه ما دام أن هذا المال موجود في المصرف تجب عليه زكاته، فالواجب عليه أن إن استطاع أن يستخرج هذا المال بمقدار ما يزيد عن حاجته المعتادة فيجب عليه أن يسحبه، وليس ويجب عليه ألا يدخره، لأن بعض الناس اليوم بسبب الأزمة السيولة يبقي قيمة أعلى من المعتاد ادخارا لما قد يستقبل. الواجب عليه أن يخرج ما يمكنه إخراجه زائدا عن حاجته اليوم، فإن لم يجد ما يكفيه بإمكانه أن يستخدم الصكوك، واليوم بفضل الله جل وعلا هناك أكثر من جهة تقبل هذه الصكوك وبإمكانها سحبها، فإن تعذر ذلك بإمكانه أن يستدين من غيره، إن تعذر ذلك كله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يبادر بإخراج زكاته عند تمكنه من ذلك مباشرة. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي أتتنا عبر الصفحة هذا أحد الإخوة يقول قد يكون صاحب المال الذي في المصرف ولا يستطيع أن يسحب من ماله، قد يكون في حاجة الفقير للمال، يعني مثل حاجة الفقير تماما، هل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة؟ إذا عجز عن كل هذا، والحقيقة مثل هذا السؤال فيه مبالغة، لأنه لن يعدم من أهل الخير من يعطيه مقابل هذه الصكوك ما دام أنه متوفرة لديه، لكن ولهذا نقول إذا عجز عن كل هذه نعم تحل وينزل منزلة ابن السبيل الذي له مال في بلده لكن انقطع به السبيل، ولا أظن ذلك يحصل والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت نسيبة تسأل تقول ما حكم إعطاء زكاة الفطر لتارك الصلاة؟ إعطاء الزكاة عموما ومنها زكاة الفطر لتارك الصلاة مبنية على الخلاف في حكم تارك الصلاة، فمن يرى من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر لا يجوز له لا يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يصلي، ومن يرى أنه عاص لله جل وعلا فإنه يفصل في حاله، إن علمنا أنه يمكن أن تتخذ هذه الزكاة وسيلة لدعوته ونصحه وإرشاده ولعل الله يقبل منك نعم تعطيه، أما إذا كان معاندا ولا يصلي ويعني لا يستمع للنصح فحينها وليست له أسرة يخشى عليها ونحو ذلك فالأولى أن يعطى للصالحين يستعينها على عبادته والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت أمة الله تقول هي تقرأ ختمة أثناء هذا الشهر الفضيل وهي الآن في جزء عام،
لكنها حاضت، تقول هل أستطيع أن أقرأ ما بقي لي من هذه الختمة غيبا أو مثلا أستعين بمصحف الأجزاء؟ هو أولا نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض وللغير الطاهر أن يقرأ القرآن غيبا، وإنما المنهي عنه هو مس المصحف لقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو قول عامة أهل العلم أن المسلم ممنوع من مس المصحف إلا وهو على طهارة. أما قراءة القرآن غيبا فلا مانع من ذلك، وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول ما في جوفي منه أكثر لما سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن أم لا. فأما الحائض فالأمر أيضا فيها أخف، وبعض أهل العلم خفف للحائض التي تذاكر القرآن ونحو ذلك وتخشى تفلته ونسيانه سهلوا لها أيضا في اليوم مع وجود هذه الوسائل الحديثة الهواتف النقالة والكمبيوتر وغيرها. فنعم قراءة القرآن من هذه الوسائل لا إشكال فيها ولا تأخذ حكم المصحف. ذكرت هي في سؤالها أيضا الأجزاء، الأجزاء لها حكم المصحف. القاعدة أن ما كان خالصا للقرآن وحده دون غيره فإنه يعامل معاملة المصحف، وهذه الأجزاء ليس فيها إلا القرآن فتعامل معاملة المصحف والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ أسامة يسأل عن حكم إقامة الصلاة للمرأة، هي تصلي منفردة، فهل تقيم الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام وتصلي أم أنها تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام دون إقامة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإقامة واجبة للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث المسيء لصلاته، وكما هو معلوم عند أهل العلم أن حديث المسيء لصلاته هو أصل في بابه في تحديد واجبات الصلاة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أرشده إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر الله جل وعلا، وفي بعض الروايات ذكر الإقامة. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الوسواس في الصلاة، يقول آتي أصلي وأشعر بأنه قد نزل مني شيء، هذه القطرة التي يشعر الإنسان بنزولها هل عليه أن يقطع صلاته ويعيد الوضوء أم يواصل في صلاته؟ هو الحقيقة جواب سؤاله يبتدئ من سؤاله في ذاته، لما قال يأتيني وسواس إذن هو مدرك أن ما يأتيه هو وسواس، فأولى خطوات العلاج أن يعلم أن هذا الذي يعتريه إنما هو وسواس من الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أنه إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك قال لا يقطع صلاته إلا أن يجد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني شيء يتيقنه ويعني يكون يقينا أنه خرج منه خارج. أما مجرد هذه الخيالات يخيل إليه وقد ذكر أنه ذهب وكشف على نفسه ولم يجد في نفسه داء عضويا فهذا للأسف هو وسواس، عليه أن يقطعه وأن يلهى عنه وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا ولا يبالي به. أحسن الله إليكم. معنا الأخ زكريا. السلام عليكم أخي زكريا. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ نحمد الله، تفضل بسؤالك. نحيي الشيخ نادر عمران ونقول له يا شيخ نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك. يا شيخ لدي لوم وعتابي على دار الإفتاء. أهلا وسهلا. اللوم والعتاب يا أخي كالآتي، لماذا دار الإفتاء؟ طيب معنا الأخت أم محمد. السلام عليكم مرة أخرى حتى نعم لو تعيد بنا الاتصال زكريا بارك الله فيك، أو الإخوة يعيدوا الاتصال به. الأخ أم محمد. السلام عليكم. الأخت أم محمد ما زالت معي أم ذهبت؟ أنت على الهواء، تفضلي بسؤالك. الأخت منى. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي بسؤالك. والله أنا بنسأل، معي بنت ردت ريح، عرفت جزونة وهزت
تجوز الصدقة نأخذها ولا لا؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ معليش ونبي الرقم الخاص مع المستشار الشيخ. طيب ننتقل للمتصل الآخر، من معنا؟ محمد، السلام عليكم. طيب الأخ زكريا لو يعيد الاتصال بنا أو تعيد الاتصال به يا إخوة. الأخت أو مازال معنا سؤال الأخ أسامة يسأل، يقول عديد الآيات من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، هذا في أغلب الآيات هكذا، يقول نريد أن تتكلم عن هذا، ما الحكمة من هذا، لماذا هذا التسبيق؟ ذكر أهل العلم عدة تعليلات والتلمسات لمثل هذا التقديم، من بين ما ذكره أهل العلم أن الإنسان قد يغفل عن الجهاد بالمال، يظن كثير من الناس أو بعض الناس قد يظن أن الجهاد في سبيل الله هو أن يهب الإنسان نفسه رخيصة لله جل وعلا، وهذا هو الأصل في الجهاد، لكنه قد يغفل عن البذل في سبيل الله وأنه منزل منزلة المجاهد بنفسه. نعم. لهذا قدم الله جل وعلا النفس في لعله كما يذكر أهل العلم في 7 مواطن، وموطن واحد الذي قدم فيه الجهاد بالنفس على المال، وصحح لي شيخ فيتوري. ولهذا السبب يقول أهل العلم إنه ترغيب للناس وتأكيد على هذا المعنى. والحقيقة اليوم في زماننا يظهر هذا جليا، من يتحكم اليوم في العالم كله هم أصحاب رؤوس الأموال، من يختارون الحكومات ومن يختارون من يحكم العالم، من يتحكمون في قوت الناس اليوم هم أصحاب رؤوس الأموال. ولهذا نبه الله جل وعلا على عظم الجهاد في سبيل الله بالمال. في الطرف المقابل أهل الباطل اليوم تجد أنهم يشككون في الجمعيات الخيرية التي تقوم على جمع المال نصرة لأبناء المسلمين، وهذا أمر قد نبه عليه العلماء من قديم، كانوا ينبهون على أن على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى أهل الخير أن يتخذوا أوقافا لهم، كما يعبر غير واحد من أهل العلم، لولا هذا المال لتمندل بنا المتمندلون. كثير من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل العلم قد يجبنون عن قول الحق بسبب أنهم يتحكموا في مصادر قوتهم. أما إذا تحرر أهل الخير وصارت لهم مصادر دخل لهم من خلال هذه الأوقاف ومن هذه خلال هذه الجمعيات الخيرية التي ترعى شؤون أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الدعوة، حينها يستغني المسلم عن التبعية لكائن من كان ويستطيع أن يمضي في دعوته. نعم. لهذا السبب والله أعلم نبه الله جل وعلا في غير موطن على تقديم الجهاد في سبيل الله بالمال على الجهاد في سبيل الله بالنفس. الأمر الأول للتأكيد على أنه مشروع وأنه في منزلة الجهاد بالنفس، والأمر الثاني للتنويه بذكره وبأهميته. نعم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ معين أتكلم عن شهداء مجزرة أبي سليم، 1200 شهيد، نسأل الله أن يتقبلهم. هو في الحقيقة السؤال يتعلق بالمؤسسة القضائية في الدولة، لا علاقة لنا به. يقول لماذا لا يدل أهل هؤلاء الشهداء على مكان هذه الأجساد الطاهرة طيب الله كرام، أين هي حتى يعلموا مواطن دفن أبنائهم؟ ننتقل للأخ جمال يسأل عن قطرة العين والأذن والأنف، يقول هل تفسد الصوم أم لا؟ أولا بالنسبة لسؤال الأخ معين. عن نعم عن معين عن قضية سجن أبي سليم، الذي أعرفه وكما ذكرت هو شأن قضائي بحت، أن التحقيقات قد كشفت عن مواطن هؤلاء وأنهم دفنوا للأسف في بعضهم في نفس المكان، وهناك يعني تحريات وحفريات أجريت
وأظن أن الإخوة في الجهات القضائية متابعون لي لهذه القضية. أما بالنسبة لسؤال قطرة العين والأنف، هو الأصل الخلاف أو منشأ الخلاف في هذه القضية حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، ما لم تكن صائما. فأخذ منه أهل العلم أنه لو بالغ في الاستنشاق فأدخل الماء في أنفه وبلغ إلى جوفه فإنه يفطر، ولهذا نهاه عن المبالغة في الاستنشاق في الصيام. نعم. ثم قيس عليه بقية المنافذ التي توصل السوائل إلى الجوف، ومنها الأذن والعين. فلكن العين لما كانت ليست منفذا واسعا كما يقول أهل العلم، فالذي يفتى به والذي عليه غير واحد من أهل العلم أن قطرة العين لا تفطر، لأنها حتى وإن أنفذت أو وجد طعمها في حلقه فإنها كمية بسيطة جدا لا تبلغ به الإفطار، ولهذا قطرة العين لا تفطر لكن قطرة الأنف تفطر. وبالنسبة قطرة الأذن الربو أو البخاخ الربو، نعم، فهو أيضا الأصل على المسلم أن يبتعد عنه، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، فإن اضطر إلى استعماله واحتاج إليه ولم يستطع الاستغناء عنه فإنه يستعمله ولا يضر صيامه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وزاد النفع بكم وزاد البركة في علمكم وعملكم ووقتكم فضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الإسلام والحياة. أعتذر للإخوة الذين لم نستطيع ولم يسع الوقت لطرح أسئلتهم على فضيلة الشيخ، نرجئها إن شاء الله لحلقة الغد. تقبلوا تحياتي أنا الفتوري غانم، ونلفت انتباهكم أن هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.